السلام عليكم. اليوم عندنا الدفثونج اللي هي المجموعة الثالثة من أصوات العلة. طبعا أنا شرحت قبل اللونج فاول أصوات العلة الطويلة والشورت فاولز أصوات العلة القصيرة. اليوم راح نشرح الدفثونج ونقول شنو هو الدفثونج. بالبداية عددهن ايش قد؟ عددهن 7. الدفثونج عددهن 7 أصوات. خوش كلام. زين، الدفثونج بس بيهن تقريبا صوت او واحد شويه بيهن مشكله، اما البقيات فكلش كلش سهلات. ومثل ما قلت لك وارجع اقول لك، احفظ الامثله، بس صدق صدق بعد ما تحفظ الامثله راح اشوفكم فيديوهات لمواقع اجنبيه ينطقون كل صوت، وعلى البرنامج اللي انا قلت لكم عليه اللي هو اسمه Speak English Pro Pronunciation، يعني هذا ينطق كل صوت ونطقه وينطي امثله عليه، شوي شوي راح يتميز صوت عن الصوت، مع انه انا يعني راح انطيك هذين الاصوات وراح انطيك ايضا البرنامج وراح اشوفك مواقع اجنبيه وراح انطيك ملاحظات. يعني اذا بعد كل هذا الشيء وما قدرت تتميز بيناتهم، والله ما اعرف شو اقول لك، بس انا متاكد راح تميز بيناتهم، لان انا هم كنت ما اميز بيناتهم، سويت هذين 3 خطوات الحمد لله قمت اميز بهن. الخطوه الاولى حفظت امثله لكل اصوات، عرفت ان هذا الصوت كلمات 3 مرات اذن 3، فانا هاي اول خطوه. الخطوه الثانيه سمعت للبرنامج. يعني الخطوه الثالثه سمعت المواقع الاجنبيه، هم راح اشوف لكم اياهن اني. واخر خطوه اني سويت لكم ملاحظات، انا قبل كنت ما اعرف ملاحظات، بفضل الله سبحانه وتعالى مو الي انا واصدقائي اللي وياي اللي درسنا بالصوت بالمرحله الاولى واجهنا صعوبه كلش، فلذلك طلعنا ملاحظات. هذه الملاحظات طورتها اني وبحثت عليها وسهرت عليها وتعبت عليها وسويتها، راح تشوفونها ان شاء الله بالمحاضرات القادمه، موجوده بالملزمه كامله. ومثل ما قلنا اللي يريد الملزمه ان شاء الله ما نقصر وياه، يقدر يتواصل ويانا وان شاء الله ما نقصر ويا احد. زين، بالبدايه قلنا هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه. اقرا الكلمه مالته. نيه هي ايا ear، يعني ear اذن، طبعا الراء ما يلفظ مثل ما قلنا. هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه. بوا دوا شوا اذن اجين مره اخرى. بوا دوا شوا اذن هذا الصوت اوا. زين، شنو هذا الصوت؟ العفو، هذا الصوت شنو؟ ما اعرفه. خلنا نقرا كلمات. إذن و و ذا تفهم علي يا اخوان، هذا الصوت وهذا الصوت. شوف هذا الصوت ايا نيا هي، هذا بكسره. شلون بكسره؟ مثل الكسره، يعني والعفو مو كسره بس يعني الهمزه تكون جوا الالف، من نريد نقول ايا مو نقول ايا. اما هذا الصوت فاي ايا، هذا ايا، هذا شنو؟ هذا ايا، هذا ايا. وطبعا اللي عنده ملاحظه يقدر يضيفها بالتعليق، ان شاء الله نستفاد من عنده، يعني احنا نبقى كلتنا متعلمين ان شاء الله. بس احنا مثل ما قلت لكم بالبدايه احفظ الامثله اول خطوه هذه، حتى لو انت لفظك غلط اخوان، حتى لو ما تعرف تلفظها صح، يعني حتى لفظ ما تحتاج بالبدايه، بس انطقها، العفو، بالبدايه بس احفظ امثله، بالخطوات القادمه مع الملاحظات ومع الاستماع راح تميز صوت عن الصوت الاخر. زين، اذن هذا اني احفظ 3 امثله وتمام. اني 3 امثله لكل صوت، الحفظ كتابه، اكتب الصوت والكلمه والرسم الصوتي، الصوت والكلمه والرسم الصوتي تكرارهن 10 مرات 20 مره، اكتبهن اتدرب عليهن الى ان اعرفهن. زين، عندي هذا الصوت ما اعرفه. خلنا نقرا كلمه مالته. نيم ليت فيل. اذا ارجع اصل صوت الاي، شلون عرفته؟ من خلال الكلمه، لذلك اقول لك احفظ الكلمه. نيم، اذا هذا صوت الاي. زين، ليت، هذا الصوت عفوا ليت فيل، اذا هذا صوت الاي. تمام، نجي على هذا الصوت الاي او عفوا صوت ما نعرف نقرا عفوا. سايد cry، شوف هذا الصوت حرف السي،
يلفظ ك، لذلك برسم صوت كتبناه ك. cry my my. زين، إذن هذا صوت الآي. شلون عرفت هذا صوت الآي؟ من خلال هذه الكلمة عرفت إنه هذه الكلمة بها صوت، هذا الصوت الآي ينكتب هيجي، إذن عرفت إنه هذا الصوت ينقري أو هذا الصوت ينقري آي بسبب هذه الكلمة. لذلك دا أقول لك احفظ الكلمة على مود تذكر الصوت، ومن تشوف الصوت تذكر الكلمة، يعني راح يصير عندك ربط بين الكلمة وبين الصوت، وبالتالي راح يصير عندك هذا الصوت، راح تقول هذا الصوت يا هو صوت الآي إي، ترجع للكلمة مالته. أنت عندك دليل، عندك دليل، عندك مفتاح حل، عندك شلون مثل ما تقول قاعدة، عندك مثال. يعني من تشبك ويا الصوت راح ترجع على الصوت تقول هذا الصوت هو هذا، ها هذا صوت هذا مال الكلمة الفلانية هيك. يعني أنا أربط الصوت بالكلمة على مود أتذكر الصوت هيك. لذلك يقول لك احفظ الأمثلة. زين، هذا الصوت شنو؟ ما أعرفه. أقرأ الكلمة مالته. باي باي، فايز فايز، كاين كاين. إذن هذا شنو؟ آي، صوت الآي. باي. زين، هذا الصوت شنو؟ ما أعرف. خلي أقرأ الكلمة. هوم هوم، ماست ماست، جو جو. إذن هذا صوت الأو. أو أو، هذا آي، هذا أو، هذا كاو كاو. ما أعرف الصوت، أقرأ الكلمة. كاو. إذن هذا صوت الأو. زين، لعد هذا شنو هذا؟ هذا أوي، هذا كاو أو، هذا شنو؟ هوم هوم، موست موست، سوري موست، جو صوت الأو. زين، كاو كاو كاو. شوف هذا ينلطق ك، كتبناه ك. هاوس هاوس، أوت أوت أوت. إذن لهنا ينتهي الديفثونج. طبعا إخوان مثل ما قلنا احفظ أمثلة، ما وصيك بعد، وإن شاء الله إحنا حاضرين، وأي سؤال واللي عنده ملاحظة أو شيء يقدر يضيفه بتعليق، وإن شاء الله يا ربي موفقين.